بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة الأخ مصطفى، يقول فضيلة الشيخ صالح، كيف يتم تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، وما الأسباب المعينة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تحقيق التوحيد مرتبة عليا، هي مرتبة السابقين والمقربين عند الله سبحانه وتعالى، الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من جمع هذه الصفات كان من حقق التوحيد، وهذا كما في قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفاتهم، أنهم يخلصون التوحيد لله عز وجل، يتجنبون الشرك الأكبر والأصغر، ويتجنبون المعاصي، ويتجنبون البدع والمحدثات من باب أولى، ولا يتكلون على أعمالهم، بل هم مع ما يقدمونه من الأعمال الجليلة من خشية ربهم مشفقون، يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة العظيمة، وهم من خشية ربهم مشفقون. هذه صفاتهم، وهذه منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فهم لا يسترقون، يعني يستغنون عن الناس، لأن الرقية، لأن الاسترقاء حاجة، الاسترقاء طلب الرقية من الناس هذه حاجة، فهم يستغنون عن الناس، لكن يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم، لأن الرقية دواء شرعي وشفاء شرعي، لكنهم لا يطلبونها من الناس، وإنما يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. ولا يكتوون، لأن الكي مكروه وهو تعذيب بالنار، لكنه جائز، فهم تركوا المكروه، تركوا المكروه، وإلا فالكي دواء نبوي وجائز، لكن يتركونه لما فيه من آثار النار. وأما التطير وهو التشاؤم والاعتقاد في الأشياء أنها تضر أو تنفع، فهذا شرك بالله، كما في الحديث: الطيرة شرك، الطيرة شرك. فهؤلاء استغنوا عن الناس، لا يسترقون،
تجنبوا المكروه لا يكتوون، وتجنبوا الشرك لا يتطيرون. هذه صفاتهم التي مدحهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات، وبداية أشكر جميع الذين تواصلوا مع فضيلة الشيخ فاء عين عين، أبو عبد الله من القصيم، السائل ميم سين سين، وأبو عبد الرحمن. يقول هذا السائل ميم سين سين: صاحب مزرعة يا شيخ اقترض من دلال مبلغا من المال، واشترط عليه الدلال بأنه إذا أراد أن يبيع شيء من مزرعته أن يأتي به إليه حتى يقوم ببيعه، هل هذا الشرط جائز؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا شرط لا يجوز، لأن القرض إنما هو قرض حسن تمس فيه الثواب من الله، قضى حاجة المسلم، ولا يريد من ورائه منفعة دنيوية. وكونه يحجز عليه لا يبيع شيئا من مزرعته إلا من عنده ليستفيد من ذلك، هذا شرط لمنفعة في القرض وهو ربا. وقد جاء في الحديث: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على ذلك. نعم، هناك صيغة ثانية أو مثال آخر يقول فضيلة الشيخ: إذا قال لصاحب مزرعة شخص إن بعت الثمار التي تقوم بجلبها إلى السوق عندي لك خصم من عندي، بمعنى أنه يأخذ على دلالته 2% بدل ما كان يأخذ على غيره 2.5%، هذا أمر لا بأس به، لأنه تنازل عن شيء من حقه ولم يضر المزارع، وإنما هو تنازل عن شيء من حقه من أجل أن يتولى مبيعاته. ولكن أخشى أن هذا يدخل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وقال: لا يبع حاضر لباد. تجنب هذا بلا شك أنه أحوط. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة، ونظرا لكثرة الأسئلة نأخذ ما يتيسر منها. يقول في حديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هل من تعليق على هذا الحديث؟ نعم، الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الولاء والبراء في الإسلام، أن تتولى المؤمنين وأن تتبرأ من الكفر والشرك والكافرين والمشركين، فتحب من يحبهم الله، وتبغض وتعادي من عاداهم الله وأبغضهم، وهم الكفار والمشركون، ويلحق بهم المبتدعة الذين تعمدوا الابتداع، فهؤلاء يبغضون في الله عز وجل، تجتنب طريقتهم. والولاء والبراء باب عظيم في الإسلام، لأنه لا دين إلا بولاء وبراء. أما الذي لا يميز بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي ويسوي بينهم ويقول هم إخوان في الإنسانية أو ما أشبه ذلك، فهذا من الجهل ومن إنكار هذا الباب، باب الولاء والبراء. نعم، أحسن الله إليكم. له سؤال أيضا فضيلة الشيخ، يقول: درسنا وعرفنا نواقض الإسلام، وأنه لا يفرق في الحكم بين من فعلها جادا أو مازحا أو هازلا، لكن ما الفرق بين من فعل هذه النواقض مازحا أو هازلا مع التمثيل؟ لا فرق بينهما، المزح والهزل بمعنى واحد، يعني سواء تعمد هذا الشيء أو أنه لم يتعمده، لأنه محاسب على لفظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولأن الدين لا يتلاعب به ويقول الإنسان أنا هازل. الذين قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنزل الله فيهم، ولئن سألتهم ليقولن
إنما كنا نخوض ونلعب، فهذا هازل، نلعب. إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. الإنسان يحفظ لسانه من سائر اللغو ومن السخرية والاستهزاء، خصوصا إذا كان هذا سخرية بالدين أو بأهل الدين. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخت أم فيصل. تفضل يا أختي أم فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، الصوت بعيد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال. تفضلي. نعم. لنا قدرة على العمرة، نستطيع على أنه نعتمر، ولكن أخواني متكاسلين أنه يودون العمرة، هل نأثم؟ نعم، تقول لديهم قدرة على العمرة ولكن إخوتها يا شيخ متكاسلين. العمرة ليست واجبة، فإذا تيسرت مع محرم يذهب بالمرأة ويعتمر وإياها، هذا شيء طيب، وهو مأجور على ذلك، مأجور على العمرة، ومأجور على مصاحبته لأخته وإعانته لها على البر والتقوى، لكن لا يلزمهم ذلك لأن العمرة ليست واجبة. وأنتم على نياتكم، إذا كنتم تنوون العمرة ترغبون فيها ولكن تركتموها لأنكم لم تتمكنوا منها، ولو تمكنتم لفعلتموها، فإنه يكتب لكم أجر المعتمر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. أشكر الأخ أبو عبد الله الذي بعث بمجموعة من الأسئلة، ولكن لدينا أسئلة قبل بداية التسجيل وفاكسات متواصلة مع فضيلة الشيخ صالح. يقول هذا السائل: كثر بين المسلمين المحبة أو محبة بعضهم لبعض من أجل أمر دنيوي لا علاقة له بالدين، هل من كلمة توجيهية من فضيلة الشيخ صالح؟ هذا من الطبيعة أن الإنسان يحب من أحسن إليه ويبغض من أساء إليه، هذا حب طبيعي. ولكن المحبة الدينية أن تحب أخاك، لا تحبه إلا لله عز وجل، لا تحبه من أجل طمع دنيا أو رجاء ما عنده من المال، إنما تحبه لأنه مؤمن. والله جل والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أما الذي لا يحب المرء إلا لأجل الدنيا فهذه محبة ليس فيها ثواب. وإذا كان الذي يحبه من أجل الدنيا عاصيا لله فإنه يأثم على محبته له. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: من أبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صار غالب حب الناس من أجل أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: إذا علمت من فلان بأني لو سلمت عليه بقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرد علي بأقل من هذه التحية، فهل أسلم عليه بها أو أقتصر على قولي السلام عليكم؟ لا، استكمل، لأن من استكمل هذه الكلمات الثلاث فإنه ينال أجرا عظيما وله 30 حسنة. جاء رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام 10. ثم جاء الثاني فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله 20. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
30 يعني 30 حسنة. والله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا شك أن الأكمل أن يأتي برحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الأكمل. فأنت تأتي بالأكمل سواء جاء به المسلم عليها أو لم يأتي به، أنت تنال الأجر في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ عين سين يقول: إذا باع شخص بيته بنصف قيمته أو قريبا من ذلك ظنا منه أن فيه عيبا، ثم تبين له بعد البيع بأنه خالي من العيوب، فهل له أن يطالب المشتري ببقية الثمن؟ العقود لا ينظر فيها إلى النيات والمقاصد، إنما ينظر فيها إلى الألفاظ. فإذا باع بيعا جازما على أخيه أي قد انعقد البيع، إذا كان هذا عن تراض واستوفى شروط البيع فقد انعقد البيع، كونه يندم أو ظن أن فيه عيبا ولم يتبين فيه عيب فإنه قد مضى البيع. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. أيضا الأخ سين صاد سين يقول: نحن مجموعة من الإخوة عندنا أرض شراكة، أردنا أن نقوم بعمارتها، واشترطنا شرطا على أن من يريد بيع نصيبه فإنه لا يحق له أن يبيعه على غيرنا، وإذا لم يتمكن أحدنا من شراء نصيبه فإن عليه أن ينتظر حتى يتوفر لأحدنا مبلغا من المال حتى يقوم بشراء نصيبه، ما حكم هذا الشرط في الشريعة الإسلامية؟ هذه الشروط لا أصل لها، وعلى الشريك أن يبيع نصيبه من الملك أو من العقار، ولكم الشفعة، لكم عليه الشفعة بأن تأخذوه من المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به. الشفعة ثابتة وهي حق، فأنتم لكم الشفعة عليه، إن قدرتم جميعا فهي مشتركة بينكم، وإن والذي لا يقدر أو لا يريدها تبقى للآخرين الشركاء الباقين. نعم، أحسن الله إليكم أيضا فضيلة الشيخ. له سؤال قريب من الماضي. الأخ سين صاد من الرياض يقول: عندي أرض هي في ملكي، اتفقت أنا وخمسة من زملائي على أن نقوم بدفع مبلغ من المال لجعل هذه الأرض استراحة، نقوم بتأجيرها، واشترطت عليهم أنه بعد 10 سنوات يبيع كل واحد من هؤلاء الخمسة نصيبه علي، هل يصح أيضا هذا الشرط؟ هذا لا يصح، وإذا اشتروها برضاك وسلموا ثمنها صارت ملكا لهم، لا تحجر عليهم ذلك، إن شاءوا باعوها عليك وإن شاءوا باعوها على غيرك، لكن لك الشفعة، إذا باعوها على غيرك فلك الشفعة عليه كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالاتكم واستفساراتكم ومع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. نأخذ اتصال الأخت ريم من الرياض. تفضلي أختي ريم. السلام عليكم. ريمة، عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، ما الحكمة من قراءة سورة يونس أو هود أو يوسف؟ لا أعلم في ذلك ما يخص هذه السور المباركة، ولكنها كسائر سور القرآن فيها فضل عظيم كسائر القرآن، أما أنها تخص بفضيلة دون غيرها فلا أعلم دليلا على ذلك. نعم، وردت بعض الكتب فضيلة الشيخ في وقتنا الحاضر بتفضيل سور القرآن الكريم، هذه ورد فيها فضل كذا وكذا، هذا شيء قديم فيه من الوضاعين من وضع للسور فضائل لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكروا عليه ذلك، فلما سئل لما فعلت هذا قال: لأن الناس أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه، وهذا لا يجوز،
لا نثبت إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من فضائل هذه السور. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل أبو عبد الرحمن من القصيم يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، يوجد بعض الشباب عندنا ممن من الله عليهم بالهداية والحرص على فعل الخيرات والطاعات، من يلزم نفسه بطاعة لله عز وجل إذا حصل منه تفريط في واجب أو فعل لمحرم، فهل مثل هذا جائز ويكون حكمه حكم النذر فيجب الوفاء به؟ نرجو التكرم والإجابة. هذا نذر لكن له حكم اليمين، لأنه لم يقصد التقرب إلى الله بهذه الطاعات التي ألزم بها نفسه، وإنما يريد منع نفسه من شيء غير مرغوب، فهذا يعتبر بمثابة اليمين، نذر بمثابة اليمين، يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. ما زلنا مع اتصالاتكم وفاكساتكم التي بعثتم بها للبرنامج. أخت فاء عين عين تقول: أرجو التكرم والإجابة على أسئلتي من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله. امرأة في زمن الإحداد تريد أن تلبس الحلي حتى تنتظر هل هو يناسبها فتقتنيه أو ليس كذلك فترده، ما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز لها ما دامت في العدة الوفاة، لا يجوز لها أن تلبس الحلي لا للتزين ولا للتجربة، بل تنتظر حتى تخرج من العدة أو توكل ممن تثق به من النساء وصاحبات النظر من ينظر في هذا الحلي هل هو يصلح أو لا يصلح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هذا الأخ فعين عين: إذا أرسل إلي شخص رسالة عبر الجوال يدعوني فيها لحضور ليلة زفافها وزواجه، هل تكون من الدعوة الخاصة فيجب إجابته؟ نعم، هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه. وقال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويترك الفقير أو من يريدها. ثم قال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. دل على أن إجابة الدعوة خصوصا وليمة الزواج أنه أمر واجب، إلا إذا كان له عذر فإنه يبدي عذره ويسقط عنه الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخت أم خالد. تفضل يا أختي أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. بشر الشيخ الله يعافيك. تفضلي. في واحد يا شيخ طال عمرك قدم على أرض منح، ويوم أخذ له فترة جاء رجال وشراها منه بس الاسم قبل تطلع على راضي، شراها ب10,000 ريال، جلسوا حوالي حدود 8 سنوات، بعدين طلعت على راضي، والراضي هالحين تسوى 300,000 أو 400,000، وجاء الرجال قال أنا شاري من قبل. هذا تالية تحسف، قال ما أدري هي حلال أو حرام، ما أدري شي دخل فيها، ما أدري تجوز للشاري ولا لراعيها. هذا لا يجوز أن يبيع شيئا لم يقبضه ولم يستلمه، لا يبيع الأرض التي قدم في طلبها ولم يأتي الموافقة عليها من ولي الأمر، ولكن إذا ظهرت الموافقة والمنحة وتسلمها وقف على الأرض بحدودها وعرفها جاز له أن يبيعها، أما بيعها قبل ذلك فإنه بيع باطل لأنه باع ما لا يملك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: نحن نخرج إلى البراري أيام الشتاء ولكننا نجمع ونقصر وأيضا نتيمم مع وجود الماء، هل صلاتنا صحيحة؟ أما القصر والجمع فيجوزان للمسافر، فإذا كانت المسافة بين بلدكم وبين المكان الذي تقصدونه للنزهة
تبلغ 80 كيلو فأكثر وقد قصدتم هذه المسافة فإنه يجوز لكم الجمع والقصر لأنكم مسافرون. وأما التيمم فإنما يجوز في حالتين: الحالة الأولى إذا عدمتم الماء، والحالة الثانية إذا وجدتم الماء ولكن لا تقدرون على استعماله لمرض أو لشدة برد، فيجوز حينئذ التيمم لكم ولغيركم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة الفاكس التي وصلتنا فضيلة الشيخ قبل بداية البرنامج: هذا شخص مريض يقول في المستشفى أصابته جنابة لكنه لا يتمكن من الاغتسال، وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وجلس على ذلك مدة، فهل تصح صلاته التي أداها؟ يا أخي في تشويش في الإرسال. طيب أعيد السؤال. طيب، يقول فضيلة الشيخ: هذا شخص مريض في المستشفى أصابته جنابة لكنه لا يتمكن من الاغتسال، وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وجلس على ذلك مدة، فهل تصح الصلاة التي أداها؟ إذا أصابته جنابة وهو في المستشفى ولا يستطيع الاغتسال جاز له التيمم على الصعيد الطاهر الطيب، فيجوز له التيمم لأنه عاجز عن الطهارة بالماء. ولكن أنت تقول إنه لم ينوي رفع الحدث، إنه لم ينوي الجنابة، لم ينوي الجنابة. نعم، وهو لماذا تيمم إلا أنه عن الجنابة؟ فما دام أنه أصابته الجنابة وتيمم فهذا التيمم هو عن الجنابة، ويدخل فيه التيمم عن الحدث الأصغر أيضا، ويصلي والحمد لله. نعم. طيب، تفضل يا أخي يعقوب من الرياض. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. هذا نسأل إذا الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل ورجع الملابس اللي أصابتها جنابة، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ الآثار الجنابة إن كان يعني قصد إنه إذا أصيبت الإنسان يعني. واضح سؤالك يا عقوب، واضح سؤالك. شكرا شكرا، تفضل يا شيخ. ما سمعت، شوشتم علينا. طيب، يقول فضيلة الشيخ: إذا أصابته جنابة فضيلة الشيخ ثم اغتسل وأراد أن يلبس الثياب مرة أخرى، لا مانع من ذلك إلا إن كان أصابها بول، أما مجرد آثار الجنابة من المني فهذا لا يضر، يصلي وهي عليه. إذا أصابها بول أو مذي لا بد من غسل ما أصابه البول أو المذي ويصلي فيها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة للطالب المبتدي في التفقه في الدين، ما هي كتب الفقه الذي يبدأ بها مأجورين؟ هذا يحتاج إلى مدرس، إلى مدرس متقن للفقه يدرس عليه الفقه وهو يشرح له. أما مجرد القراءة في الكتب فلا نوجه إلى أن يأخذ بهذه الطريقة التي يأخذ بها كثير من الشباب اليوم، تتلمذون على الكتب وعلى القراطيس ويخرجون على الناس بأغلاطهم وأفهامهم ويزعمون أنهم علماء. لا بد من التلقي عن العلماء، إما في المعاهد والجامعات والمدارس التي تدرس فيها علوم الشريعة، وإما على المشايخ في المساجد. أما مجرد أنه ينعزل ويقرأ في كتب أو يقرأ على إنسان جاهل متعالم فهذا خطأ وضرر عليه وعلى المسلمين الذين يفتيهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل ويقول فضيلة الشيخ: بالنسبة
للإطالة عند زيارة المريض والضحك والقهقهة وكثرة السواليف، ما رأيكم فيها؟ هذا فيها تفصيل. إن كان المريض يرغب الإطالة، إطالة الجلوس عنده، ويرغب تأنيسه بالكلام والمزاح الطيب، هذا لا بأس به. أما إذا كان المريض يتضايق ولا يرغب كثرة الجلوس ولا يرغب كثرة الكلام، فإنه يراعي ذلك ولا يثقل عليه. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع أسئلتكم واستفساراتكم. تقول الأخت: هل يغسل الزوج زوجته، وبماذا تنصحون الذين يغسلون الموتى، حيث إن بعض المغسلين والمغسلات تذكر حال الميت للناس وما هو عليه؟ الميت الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء ولو كن قريبات له ما عدا الزوجة. الزوجة تغسل زوجها لورود الدليل بذلك. وكذلك الرجل لا يغسله إلا الرجال ولا تغسله النساء، لكن الزوجة تغسل زوجها كما سبق. كذلك العكس، المرأة لا يغسلها الرجال ولا أقاربها، إنما تغسلها النساء. ويجوز لمن كان دون التمييز، من كان دون التمييز من الأموات، فإنه تغسله النساء والرجال، لأن النساء غسلن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو دون التمييز. وعلى المغسل أن يكون أمينا فيما يتولاه، فلا يبدي شيئا من أحوال الذي يغسله ويقول رأيت عليه كذا ورأيت عليه كذا، وقد يكون متوهما. والواجب الستر على الميت. نعم. أحسن الله إليكم. ونأخذ اتصال الأخ جبران من خميس مشيط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. لو سمحت على سؤالي، أنا صلاة العصر يجي بعض الأوقات وأنا برا خارج المنزل، مثلا أنا أتنقل في محلات أبيع أغراض حاجات بسيطة كذا بسيارتي، جلب المعيشة، ويجي وما أتمكن أصلي مع الجماعة، بحيث أن أغراضي هذا لو تركتها صباها السرقة وكذا، فأصلي عند أغراضي خاصة الظهر والعصر. اما بقيت الاوقات نحمد الله ونشكره اني محافظ على الصلاه في المسجد مع الجماعه المغرب والعشاء وكذا والفجر، الحمد والشكر لله، وحتى الظهر والعصر بس بعض الاحيان يعني مو لازم. السؤال الثاني طال عمرك، انا لا قاعد اليوم نحمد الله ونشكر كثر الاخوان والانساب وكذا وكثيرين، يعني ما يقدر واحد يسمعهم في بيته او مره واحده او كذا، فيصير الناس تقصير معهم شوي. بعض الأوقات نتصل، وإذا في مناسبة عامة وكذا في إن شاء الله نبغى نسأل، بس هل طيب هذا يكفي عنا؟ أو مثلا لابد الإنسان أنه يكون يعني مواصل عليهم عضول، أو مثلا نسأل الله أن الله لا يأخذنا بأعمالنا. شكرا، تفضل يا شيخ. نعم. يقول بأنه يبيع في محل متنقل فضيلة الشيخ، ونظرا لخوفه على بضاعته يصلي عند هذه البضاعة بعض الأوقات. نعم، إذا كان يخاف على بضاعته ولا هناك حارس في السوق له ولغيره من المحلات، فإنه يصلي عند بضاعته، وهو معذور في ترك الجماعة في هذه الحالة. وإن كان معه ناس مثله حالتهم مثله، فيجتمعون ويصلون في مكانهم. والسؤال الثاني: يحصل تقصير يقول من أقاربي في صلتهم يا فضيلة الشيخ بين الفينة والأخرى، يقول حنا نجتمع بين يعني السنة أو نصف السنة، هل هذا يعتبر من التواصل؟ هذا بعض التواصل، والتواصل ليس مقصورا على الاجتماع ولا على المال. التواصل يكون بالسلام، يكون بالمراسلات، يكون بالمكالمات والسؤال عن أحوالهم. فباب التواصل يكون بالمال، ويكون بالكلام الطيب، ويكون بالزيارة، فبابه واسع. فالذي تقدر عليه من هذه الأمور تفعله،
والذي لا تقدر عليه أنت لست مؤاخذا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ هذا السائل: كيف يعدل الأب بين أبنائه وبناته إذا كان يميل إلى أحدهم أكثر بالمحبة والتعامل؟ المحبة لا يقدر على العدل فيها، لأنها من عمل القلب وميل القلب، هو لا يقدر على ذلك أن يسوي بين أولاده بالمحبة، ولكن لا يميل مع من يحب ويزيده على إخوانه، لأن يعطيه شيئا من المال دون إخوانه. فالعدل إنما يكون في العطية، كما قال صلى الله عليه وسلم للذي أعطى بعض أولاده عطية، قال له: هل كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا شيخ: ما حكم التردد على الكهان والمشعوذين، وما حكم الشرع في هذا الرجل الذي يأخذ منهم بعض الورقات وغيرها؟ أسأل الله العافية. لا يجوز الذهاب فضلا عن التردد، الذهاب ولو مرة لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمشعوذين ولا سؤالهم، لأن هذا يفسد العقيدة ويدخل في الشرك والعياذ. يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، وهذا يصدقهم ويشاركهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. فيجب الابتعاد عن الكهان والمشعوذين والمنجمين، والمحافظة على العقيدة الصحيحة، والاعتماد على الله جل وعلا فيما يريد وفيما يرغب وفيما يرهب، توكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا رسالة أو سؤال وصلنا من أحد الإخوة، يقول: يكثر مني وخصوصا في أيام الرحلات وعندما نذهب للاستراحات التعليق على أقربائي والمزاح والسخرية منهم وممن أمون عليهم، وحاولت أن أتخلص من ذلك لعلمي بأن قد ذلك يجرحهم، هل أواخذ على هذا المزح مع أنه بريئا؟ نعم، كثرة المزاح منهي عنها، المزاح القليل ولا يقول إلا حقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فالقليل من المزاح والذي ليس فيه كذب لا بأس به، لأن هذا من تطيب النفوس ومن المؤانسة. أما أن يكون مهنة الإنسان أنه مزاح وأنه يضحك الناس، فهذا منهي عنه ولا يجوز. نعم. الأخت مرام تقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يوجه كلمة للفتيات، وذلك بسبب عقوقهم لأمهاتهم، لا سيما إذا كانا كبيران في السن. لا يجوز للولد ذكرا كان أنثى أن يعق والديه، وهذا من أكبر الكبائر بعد الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك على الأولاد، رجالا كانوا أو نساء، فعلى هؤلاء الفتيات أن يتقين الله عز وجل، وأن يبررن بوالديهن أو الموجود منهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من الخبر، تفضل يا أخي محمد. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. أسعد الله مساك يا شيخ. حياك الله. شيخ الله يجزاك خير، بسألك عن حديث المرأة اللي أتت لموسى عليه السلام، هل هو صحيح بأنها أتت أنها عقيم وأتت النبي موسى عليه السلام بأن يدعي لها بأن يرزقها الله عز وجل بالإنجاب؟ فما أدري يعني هل الحديث صحيح أن دعا موسى عليه السلام الله عز وجل فقال الله عز وجل لموسى أني كتبتها عقيم، فأتت بعد فترة تحمل ولد فسألها موسى عليه السلام من أين لك، هل هذا الولد لك؟ قالت نعم رزقني الله به. فقال فرجع موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فقال الله عز وجل أني كتبتها عقيم، ولكن كل ما كتبتها عقيم قالت يا رحيم، كل ما كتبتها عقيم قالت يا رحيم. والله لا أعرف هذا يا أخي، ولكن طلب الدعاء من الصالحين من الأنبياء ومن الصالحين هذا أمر مشروع. نعم. يعني هل يجوز يا شيخ أني أوضح يعني هل مسألة العقيم؟ لا تنقل هذا الكلام حتى تثبت منه ومن مصدره. طيب يا شيخ، السؤال الثاني، هل يجوز تنبيه السائقين بوجود ساهر على الطريق؟ لا هذا ما يجوز، لكن لك تحذرهم عن السرعة لما فيها من الخلل وما فيها من الخطر عليهم وعلى غيرهم، ولو كان ما فيه ساهر، ولو كان ما فيه ساهر، إذا كانوا لا يمتثلون ولا يقبلون النصيحة فاتركهم لينالوا عقابهم من ساهر ومن غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمسافر يقول أن يؤخر صلاة المغرب مع العشاء ويصليها إذا وصل إلى البلد؟ إذا وصل إلى البلد قد انتهى السفر، ولكن إذا كان دخل عليه وقت المغرب وهو قريب من البلد فإن الذي ينبغي له أن يبادر بصلاة المغرب، فإذا وصل إلى البلد صلى العشاء مع الجماعة، وإذا أنه أخر المغرب وجمعها مع العشاء إذا وصل فلا حرج في ذلك. نعم، تكون المغرب في صلاة السفر والعشاء صلاة حضر. نعم. تفضل يا أخي مطر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شكرا الله بخير يا شيخ صالح. الله بالخير. عندي سؤالين طال عمرك. السؤال الأول عني، أنا رجل مريض وأعاني من أورام، فقد جرت عمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ويعطوني جرعات كيماوية في شهر رمضان المبارك، فصمت من شهر رمضان 7 أيام والباقي ما صمت يا شيخ، لأنهم يعطوني كيماوي ومدة الكيماوي أكثر من 3 أيام تكون أنبوبة حملها بالصدر يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، زوجتي أجرت عملية جراحية لها 23 يوم وتبغى تصلي وتقول أنه يعني يطلع مني اصفرار، هل يعني يجوز أني يعني أرسل أصلي ولا لا؟ أجزاكم الله خير. شكرا. نعم تفضل يا شيخ. سؤال، يقول بأنه مريض وعمل عمليات جراحية وكان يأخذ كيماوي في رمضان وصام 7 أيام والباقي لم يصم، ماذا عليه قبل دخول الشهر؟ إن استطاع أن يقضي ما تركه قبل دخول الشهر وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع فإنه يؤجل القضاء إلى أن يستطيع ولو بعد رمضان والحمد لله. نعم. الصفرة والكدرة في زمن الحيض بالنسبة للمرأة هل تصلي وتصوم؟ لا، الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وأما الكدرة والصفرة بعد الطهر فليست شيئا. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هناك من يصلي ومعه روائح كريهة مثل الدخان وملابسه وسخة، ما نصيحتكم لهم؟ أن يتنظفوا وأن يطيبوا روائحهم، خصوصا إذا جالسوا الناس أو ذهبوا إلى المسجد، وهذا آكد، أن يطيبوا روائحهم، يستعملوا الطيب وينظفوا ثيابهم، أن يحتسبوا هذا لأنه مهم جدا، لا يذهب إلى المساجد
أو إلى تجمعات ومجالس الناس وفيه روائح كريهة تؤذيهم وتشق عليهم، وعليه أن يتوب إلى الله من شرب الدخان لأنه مضر ولأنه كريه المذاق كريه الرائحة وله مخاطر كثيرة قد قررها الأطباء وشرحوها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول لو كبر المؤذن في أول أذانه 3 تكبيرات نسيانا منه، فهل على الذي يسمعه أن يتابع هذا المؤذن في بقية الأذان؟ نعم يتابعه في المشروع، أما الزائد فلا يتابعه عليه، والمؤذن إذا نسي أو غلط فليس مؤاخذا على ذلك. نعم تفضل يا أخي عدنان من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا مقر إقامتي بمكة ومقر عملي في منطقة الطائف، وتدركني صلاة الظهر في منطقة الطائف، فهل يجوز لي جمع صلاة الظهر مع العصر قصرا، مع العلم أني أصل إلى مكة قبل صلاة العصر بساعة أو ساعتين؟ نعم يجوز لك أن تصلي الظهر مع الجماعة، تصلي الظهر مع الجماعة ولا تصلي وحدك، ما دام عندك مسجد وجماعة صلي الظهر معهم، وإن أردت أن تصلي تجمع معها العصر جمع تقديم تقصر العصر فلك ذلك، وإن أخرت العصر إلى أن تصل إلى بلدك تصليها مع الجماعة تامة فهذا أحسن وأتم. نعم طيب شكرا يا أخ عدنان. فضيلة الشيخ نستكمل بعض الأسئلة التي بعث بها أحد الإخوة، يقول يا شيخ شخص بنى مسجد لا لأجل أن يوقفه وإنما لأجل أن يعرضه للبيع بعد الانتهاء منه، هل مثل ذلك شراء أرض مخصصة للمسجد ليبيعها بربح؟ المساجد لا تباع، المساجد وقف لله عز وجل ولا يجوز بيعها، ولا يجوز أن يتخذ هذا حرفة يبني مساجد ويبيعها على آخرين يريدون الثواب بها في شرائها، هذا لا يجوز أن تتخذ المساجد للبيع والشراء والمتاجرة، وأعمال الآخرة لا يتاجر بها. نعم يقول هذا السائل أيضا يا شيخ، هل يصح للإنسان أن يتفاءل ببعض الأماكن أو أن يتفاءل ببعض الألبسة؟ يقول هذا السائل يا شيخ، ما القول الراجح في صلاة الفرد خلف الصف، وهل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة للأحاديث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم أحسن الله إليك. الأخ فيصل من الرياض، تفضل يا أخ فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أسأل الله عز وجل إن الله عز وجل ينفع بعلمكم يا شيخنا. الحقيقة عندي سؤال. نعم. الله يحفظكم. تفضل. نعم. السؤال، نود من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء اللاتي يذهبن للأسواق وللأسف بكامل زينتهن، والأدهى والأمر حينما يكون ولي أمرها برفقتها يا شيخ. هذا أمر لا يجوز أن تذهب بالزينة، بل إذا أرادت أن تخرج لحاجة حتى ولو للمسجد فإنها لا تظهر بالزينة، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفيلات يعني غير متجملات، والله جل وعلا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو إظهار الزينة، فإذا أرادت أن تخرج لحاجة من بيتها إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى الدراسة أو للتدريس فإنها تتقي الله وتتستر وتتجنب ثياب الزينة، تتجنب العطورات والروائح الطيبة، لأن هذا يسبب الفتنة منها وبها، ويجب على وليها أن يمنعها من ذلك ولا يتركها ويقرها ويذهب معها وهي كذلك، لأنه قائم عليها وهو مسؤول عنها
قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مسؤول عن المرأة، والرجل راع ومسؤول عن رعيته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ورفع ذكركم في الدارين، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم على هذه الإجابات المسددة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لزملائي في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء، والشكر موصول أيضا لزملائي في استوديو الرياض. وهذه تحية من مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي. يتجدد اللقاء. تقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.